قاموا إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله، أي إجابة لك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك يا رسول الله، أي إسعادا لك، أبشر بما يسعدك بامتثال أمرك وطاعتك. وفي كتاب الأدب المفرد من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك، يعني أن هذا سائغ، ويجوز إذا ناداك أخ من إخوانك أن تقول لبيك، فليس قولك لبيك خاص بالاستجابة لله تبارك وتعالى، بل كل استجابة يمكن أن تقول للشخص لبيك. والله تبارك وتعالى قد دعا الناس لحج البيت الحرام، فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أن أؤذن في الناس بالحج، أذن يعني ماذا؟ على أرجلهم يمشون، هذا معنى رجالة، ليس رجالة ضد نساء، وإنما يأتوك رجالة يعني يأتونك راجلين يمشون على أقدامهم، لأنه قال يأتوك رجالة وعلى كل ضامر، يعني يمشون ويركبون على الدواب الضامرة التي ضمرت بطونها، خمصت بطونها، وذلك أسرع لمشيها، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيد. فنادى خليل الله إبراهيم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فبلغ صوته الآفاق، فجاء العباد من الآفاق ويقولون لبيك اللهم لبيك، فإذا هذه استجابة لذلك النداء، ناداهم الله تبارك وتعالى على لسان خليل بأمره لخليله إبراهيم فاستجابوا، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لك يا الله بعد استجابة، أنا مقيم على الاستجابة لك يا الله. وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر. وأيضا ثبت من حديث أبي هريرة أنه كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، يعني لبيك يا إلهنا الذي هو الإله الحق، لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، أي الرغبة فيما عندك والعمل لك يا الله. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، يعني يلبيك تلبيته ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.